أهلا بكم، دعونا نقول أن لدينا هذا الاقتران العجيب، إنه يبدو بعض الشيء كاقتران تحكمي، وسنقول أن إف الإكس. إذا هذا الاقتران هنا هو إف الإكس، وما نريد فعله في هذا الفيديو ليس تجربة، لكن نحن سنمثل قليلا. سنحاول أن نقيم هذا الاقتران باستخدام الاقتران المتعدد مع بعض العوامل، وهذا الاقتران المتعدد نحن نحاول أن نضيف عبارات إلى الاقتران المتعدد، وبذلك سنكون أفضل وأفضل لتقدير هذا الاقتران، وهذا حقيقة يطلق عليه سلاسل القوى، وسنفعل الكثير عن هذا لاحقا، لكن نحن سوف نحاول في هذه الحالة لتقدير الاقتران حول x تساوي 0. إذن حول هذه النقطة، إذن أسهل طريقة لتقديره أن نقول حسناً، أبسط اقتران متعدد هو اقتران ثابت k. هنا دعونا نقول هذا هو اقتراني المتعدد، اقتراني المتعدد p ال x، أبسط اقتران متعدد هو ثابت، وهو سيكون خط أفقي في مكان ما. إذن أنا فقط أردت هذا الاقتران المتعدد العبارة الواحدة، ما هي أفضل طريقة لتقدير هذا الاقتران على الأقل عند هذه النقطة؟ ونستطيع أن نقول أن P ال x يساوي F الصفر، وفي هذه الحالة P ال x هو خط أفقي يمر خلال F الصفر، سيبدو مثل هذا. سوف أحذف هذا الآن لأنني لا أريد أن ألوث هذه الصورة كثيرا، لكن هذا يمكن أن نقول هو تخمين تقديري لـ f الـ x. صحيح، إذا دعونا نبدأ. حسنا، ما هو الاتجاه الواحد لتقديره؟ حسناً، قلنا أن P ال x يساوي F الصفر عند x تساوي صفر، إذن الخط الأفقي، الخط الأفقي حصلنا على P الصفر، P الصفر تساوي F الصفر، إذن نحن نعلم أنه عند x تساوي صفر على الأقل ذلك الخط الأفقي هو نفس القيمة لـ f الـ x، وهذا تقدير شاق جدا، لكن ماذا لو نعين هذا؟ إذن مشتقة P الصفر، مشتقة P الصفر تساوي مشتقة الاقتران عند صفر، بشكل مفاجئ هذا سيكون ممتع نوعا ما. إذن كيف سنمثله مثل هذا؟ حسنا، ماذا لو وضعنا P ال x، وهذا بشكل عام، وسوف نضع أمثلة متخصصة. وحقيقة أول مثال نريد أن نوجده من المحتمل أنه معدل نوعا ما. إذن ماذا لو P ال x تساوي، حسنا، تساوي العبارة الثابتة F الصفر، ثم نجمع المشتقة للاقتران، إذن زائد الميل لهذا الاقتران عند تلك النقطة F فتحة للصفر ضرب X F فتحة للصفر ضرب X. دعونا نقول أنا أعرف، إذن هذا اقتران متعدد، أنا فقط أضفت العبارة من الدرجة الأولى هنا، كان لدي اقتران ثابت والآن أنا أضيف العبارة من الدرجة الأولى، ودعوني أؤكد أن هذا سيكون له نفس المشتقة. إذن دعونا نرى، أولا دعونا نثبت أن P الصفر تساوي F الصفر، P الصفر تساوي F الصفر زائد F فتحة للصفر ضرب
صفر. حسنا، هذه العبارة الأخيرة تصبح لا شيء هنا، ضرب صفر، إذا هذا تأكدنا منه. عند إكس تساوي صفر، الاقترانين مساويين لبعضهم. والآن دعونا نتأكد أن المشتقات الأولى متشابهة. إذا ما هي المشتقة الأولى لبي؟ بي فتحة للإكس تساوي المشتقة للعبارة الثابتة صفر زائد المشتقة للعبارة التالية، العبارة من الدرجة الأولى. حسنا، هذا فقط اف فتحة للصفر. إذا هذا تأكدنا منه، اقتراني المتعدد الجديد الذي عرفته هنا يساوي الاقتران F عند X تساوي صفر، ومشتقته تساوي للاقتران F ال X عند X تساوي صفر. إذا كيف سيبدو هذا؟ حسنا، ستتقاطع عند X تساوي صفر، الاقترانان يتداخلا، وأيضا هذا سيكون له نفس الميل عند هذه النقطة. إذا عندما F ال X يعمل الاقتران سوف يعمل، إذا سوف يبدو بعض الشيء مثل، أنا أحاول أن أفعل الأفضل، سيبدو بعض الشيء مثل هذا. وهذا هو أفضل تقدير. إذا كان عليك أن تستخدم هذا الخط والذي يكون خاصة حول صفر لما هو اف الاكس، اف الاكس هو اقتران غريب نوعا ما، لكن سنكون قادرين أن نقدر بشكل معقول وبشكل جيد من خلال هذه المعادلة البسيطة. حسنا، كل هذا جيد، لكن دعونا نقدر هذا من خلال المعادلة التربيعية بإضافة عبارة x تربيع مرة أخرى. وسوف نقوم بهذه الطريقة، لكن سنقول حسنا، قلنا عندما x تساوي صفر مساويين لبعضهما، هذا ما فعلناه هنا، ثم قلنا المشتقات مساوية لبعضها، لذا أضفنا هذه العبارة. والآن أنا أقول ماذا يحصل عندما تكون المشتقات الثانية تساوي بعضها البعض؟ إذا سيحصل لمشتقته الثانية لتساوي بعضها البعض. حسنا، دعونا نحاول هذا، وأعتقد سوف تبدأ لترى الحدس هنا. دعوني أعرف اقتراني الجديد بي ال اكس، إذا دعوني أضيف عبارة أخرى بي ال اكس. أول عبارات ستكون متشابهة، ستكون مساوية ل اف الصفر، تذكر هذا فقط عبارة ثابتة، بي ال اكس يساوي اف الصفر زائد اف فتحة للصفر، المشتقة الأولى ل اف الصفر، الميل عند صفر ضرب اكس، زائد المشتقة الثانية للاقتران عند زائد اف فتحتين للصفر. ضرب اكس تربيع تقسيم اثنين. الآن بشكل صحيح تقول لماذا ضربناه بواحد تقسيم اثنين هنا؟ وستشاهد وربما ستدركه عندما تأخذ المشتقة الثانية ماذا سيحصل. إذن أنت ضربت التعبير بهذا الأس، إذن تستطيع أن يكون لديك اثنين هنا، وهذا سيلغى مع واحد تقسيم اثنين، ولهذا السبب أنا وضعت واحد تقسيم اثنين هنا. إذن عندما أخذ المشتقة هذا اثنين وهذا واحد تقسيم اثنين تلغي بعضها البعض، وسيبقى فقط المشتقة الثانية.
للاقتران الأصلي. إذن دعوني أثبت هذا. إذن إف الصفر تساوي بي الصفر زائد، حسنا، عندما إكس تساوي صفر، هذا صفر، هذه العبارة تساوي صفر، وعندما إكس تساوي صفر هذه العبارة هي صفر. إذن هذا تأكدنا منه. ما هي المشتقة الأولى لـ P؟ المشتقة الأولى لـ P ستكون هذه، هذه المشتقة الأولى لـ P عند صفر، صحيح. إذن ما المشتقة الأولى لـ P؟ حسنا، العبارة الثابتة تصبح صفر زائد، هذا حقيقة بي فتحة لـ إكس، آسفة يجب أن أراجع ما فعلت، أنا أعلم أن هذا أفضل عندما أفعله للمرة الأولى. على أي حال المشتقة الأولى لـ بي الـ إكس، هذا هو اقتران بي الـ إكس الحالي، هذه العبارة الثابتة مشتقة الصفر، هذه العبارة إكس إف فتحة للصفر، المشتقة إف فتحة للصفر، ومن ثم ما هي مشتقة هذه العبارة؟ حسنا، أخذنا الأس ضرب هذا التعبير، لدينا 2 ضرب 1 تقسيم 2 التي تلغي بعضها البعض، إذن فقط لدينا إف فتحتين للصفر إكس، صحيح، أخذنا الأس ضرب كل هذا الشيء، ومن ثم نستبدل الأس بواحد، إذن ما هو بي فتحة للصفر؟ ما هي المشتقة عند صفر؟ حسنا، هذا يساوي هذا لا شيء، حسنا، بي فتحة للصفر تساوي إف فتحة للصفر زائد، وهذه العبارة ستساوي صفر، إذن هذا تأكدنا منه، ومن ثم ما المشتقة الثالثة؟ دعونا ننظف بعض الأشياء في الأعلى، إذن هذا هو الاقتران f في الإكس، على أي حال أنا سأنظف كل هذه الأشياء، دعوني أنظف كل هذا. إذن ما المشتقة الثالثة لـ P المعرفة هنا؟ هذا هو الاقتران الحالي P، حسنا، المشتقة الثالثة ستكون P فتحة 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 لـ X، تكتب أيضا P ثلاثة لـ X، وتساوي المشتقة لهذا، آسفة نحن لسنا في المشتقة الثالثة، نحن في المشتقة الثانية لـ P، وأنا سوف أكتب P فتحة فتحة لـ X هنا، P فتحة فتحة لـ X التي تساوي ماذا؟ التي هي المشتقة لهذا، إذن هذا لا يساوي شيء، هذا الآن عبارة ثابتة والتي أصبحت لا شيء، ومن ثم نأخذ المشتقة لهذه العبارة، حسنا نحن فقط هذه عبارة ثابتة ضرب x، تذكر هذا ربما يبدو اقتران أو متغير، إنه فقط ثابت لأننا قدرنا هذا الاقتران المنحرف، مشتقته الثانية تساوي صفر، إذا أخذنا فقط رقم هنا، إذا هذه المشتقة هي فقط هذا الرقم، إذا هو يساوي إف فتحة فتحة لصفر، إذا اقتراننا الحالي بي الإكس له نفس القيمة عندما إكس تساوي صفر، بحيث إف الإكس له نفس المشتقة الأولى.
عند x تساوي صفر، بحيث f x هو نفس المشتقة الثانية، وأنا لا أعرف، هذا يبدو خلف تصوراتي، خصوصا لاقتران تحكمي مثل هذا، لكن أنا أتوقع هذا ربما يبدو شيئا مثل هذا، لا أعرف، ربما الاقتران الجديد سينحني وسوف نقدره بشكل أفضل، ثم ربما سينخفض للأسفل هكذا، لا أعرف، أنا فقط أخمن، لكن حول x تساوي صفر ستصبح أفضل تقدير لـ f الـ x. حسنا، وسنستمر في هذا، وحقيقة سوف نستمر بهذا ونحن نعلم فقط المشتقة الصفرية أو القيمة هي نفس المشتقة الأولى، عند صفر المشتقة الثانية هي نفس الشيء، عند صفر المشتقة الثالثة والمشتقة الرابعة وهكذا، سنستمر في هذا. حقيقة لقد انتهى الوقت، لذا سنكمل في الفيديو القادم. إلى اللقاء.